اليوم إيمان، واش عندنا اليوم؟ عندنا تكملة للورشة تاع السمانة اللي فاتت، ايه اللي كانت درنا لي لي سيت دو سيت دو تابل. تابل. فوالا، على بالنا باللي الاكسسوار تاع لي سيت دو تابل يمشي مع نوتخ اكسسوار اللي يمد كيف كيف لمسة جمالية ايه للمائدة تاعنا، اللي هي لي شومان دو لي تابل. شومان دو تابل عبك باللي شومان دو تابل يجي وتوجور يجو متبعينو لي سيت لي دو سيت دو تابل. تابل. باغ كونطخ لي سيت دو تابل تقدري ترفديهم تحطيهم غير في، تقدري تحطيهم غير في وقت الماكلة وتخلي لو شومان دو تابل، ولا ميم لي سيت دو تابل مع لي شومان دو تابل يمدوا لمسة جمالية بلا أكل بلا والو، تما كي تكون محطوطة ديكور يعني. فوالا. اليوم جبت نوعين تاع لي شومان دو تابل. جبت هاد لو موديل هذا اللي استعملنا فيه دو تيسو، درنا واحد خلطتي امبريمي ودرنا واحد اوني ودرنا فيه بتيت كيبور وزدنا درنا له هاد الشويشات هادوما باش يمدوا لنا يعني لمسه. حبيت الشكل ما شاء الله. يسلمك. وجبت هدايا كيف كيف، هنا استعملت لو كوتون انتيتاج، وهنايا استعملت واحد لو تيسو يعيطوا له الكانفا، هذا كيف كيف سي دلونتيتاج تاني. وبزاف شباب يستعملوه تاني تاع الطرز، مام وحده اللي تخدم الطرز ولا طنيبر تقدر دير فوقه وكوم ان شومان دو تابل. اشكال يعني تقدر ترسم عليه. هاي ولا هذا هذا سي لو سامبل. اي ولا هو سي لو شو، هذا هو لا فورم اللي كيفاش نقولوا شغل اللي رائجه بزاف. توجور نصيبوهم هكا يعني جايين على بطريقه هذه. اي ولا ايه. وشنو ايمان حبيت حاجه اليوم اللي حبيت نقولها زياده، سي كو كاين معايير نخيروا بهم لي شومان دو طابل على حساب لي طابل تاعنا، ماشي كامل لي طابل. هادو مثلا يجوا للطابله اللي تجي طويله مستطيله فوالا يعني. مستطيله الشكل. إيه؟ وثاني كاين وين من داك كاين طوابل اللي يجوا عراض. إيه؟ جينيرالمون لي طابل يجوا فيهم 90 75 تاع العرض. إيه؟ هادوك ما لازمش ديري لهم شومان دو طابل يكون عريض. احنا آه، جينيرالمون شومان دو طابل يبدا دو 35 سنتيمتر عرض حتى ل 45 سنتيمتر، تو ديبون العرض تاع الطابله ديالنا. انا لو موديل اللي جيت نرياليزيه اليوم حبيت ندير بوغ ان طابلو روند، ولا زعما تكون شكل هكا معين. اي ولا ميم اون طابلا مانجي كيف كيف، وشنو تكون كاين عندنا دي طابل كنتو يعني. مدورين. دونك خيرت شكل مربع كيف كيف، وشنو في لي طابلو روند، ولا ما نقولوش اسمو ان شومان دو طابل، نقولو اسمو ان سونتر دو طابل. سونتر دو طابل فوالا، شومان دو طابل كي يكون طويل، محور الطابل فوالا كي يكون طابله طويله مستطيله الشكل نقولوا عليه ان شومان، وكي تكون مدوره ولا كاري نقولوا عليه ان سونتر دو طابل. دونك هنايا خيرت انايا القيس تاع هاد القطعه ديالي فيها 55 على 55 سنتيم داكور، وزدت جبت معاها فيها 1.25 تاع هاد الشويشات هادوما باش نمدوا لهم لمسه يديروا لنا ان بوتي ديكور في لو تور. ابخي المشاهده تحب تزيد ان بوتي ديتاي زعما نقولوا تحكم هاد لو فيغ ولا هاد لو غري، دير في الوسط شكل باغ اكزومبل باش يجي في الوسط لون ولو بور بلون، ودير هادوك شويشات سي حاجه اللي تولي ليها. دونك قلنا قطعه قماش اللي فيها 55 على 55 سنتيم بما انها مربع، وعندنا متر 25 تاع القماش ديالنا تاع باردون الشويشات تاعنا. وهي كونت قلت تحطيها فوالا، ديري لها شويه من بعد تحطيها باغ الا كانت مدوره تحكم لي كوان. ابخي حبت تزيد اوليو دير هادوما تحكم لي كات كوان دير فيهم شويشات كبار كيف كيف، تمد لمسه جماليه رائعه. ولا دي بتي فرونس هكا يعني هذه دوكا حتزيدها غير شويشه، هذا ما كان نو دوكا هذه نعطفها قبل ندير لها العطفه في لي كوتي كامل تاع ان دومي سنتيم ونزيد لها شويشات ساير داير باسكو علاش ايمن حنا هنايا في البلاطو الوقت ضيق دونك ندير لهم حاجه اللي خفيفه. باغ كونتخ نعاود نولي برك لو شومان دو طابل هدايا، كاين اللي يحبوا يديروه دي فورم يعني بليزيوغ فورم، تحب تحرفوا شويه تحب ديرو غون زعما يجي اوفال، يعني عندها كل الطائفيه. نعم نعم. شكرا لك اسماء.